الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وأشهد من في السماوات ومن في الأرض أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، من قالها مرة أعتق الله ثلثه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله ثلثيه من النار، ومن قالها ثلاثًا أعتق الله كله من النار. صحح الحاكم إسناده في المستدرك، ووافقه الذهبي ثم الألباني الذي قال: وله شاهد من حديث أنس مرفوعًا نحوه مقيدا بالصباح والمساء، وسنده ضعيف كما بينت في سلسلة الأحاديث الضعيفة. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، وهو صحيح في صحيح الجامع. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، وهو حسن في صحيح الجامع. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.